على طريق الزواجات، في زواج قبل سنة، اللي يطلع عمره السلامة واحد من عيال خالتي أبوه متوفي، ما فيه اللي قام عليه إلا له، رجال كبير عمره يمكن 24 وقد توب. المهم ما مسك زواجه إلا أمه وأنا وخال. المهم يجيبون الذبايح، يجيبون لهم قعدي، يحط عندنا شبكة المزرعة هش خبيل اللي يطلع عمره السلامة، ونعقل القعدان بداها، سوينا لها قعد عشان لا منها نحاشة تمام، ونحط ونمشي وموعدين الدنيا على الساعة 7 الصباح. اللي يطلع عمره السلامة ولا اسمع، احنا لا جت الساعة 2 سمرنا عند خالي بلوت ويجتمعون الجماعة عنده، فكوا قعدة ونسمع خرمي ونسمع خرمي، وكل ما لد خالي للشبكة اللي وقت القدان اللي يكون الحاج، قلت أبدا أنا معلق معقلها. قال مرة، قلت مرة، وكل ما بغير يروح للشبكة رديتها أنا، قلت لهم معلق أنا معقلها. المهم يطلع عمره السلامة ويدق ليه صلاة الفجر، ويدق أنا راعي الدنة، قال أنتم وينكم؟ كنا أنا عند القدان تعال بس. المهم يطلع عمره السلامة ويجي راعي الدنة، كان فتحنا الشبكة لا ما في الطلعة ما هي موجودة، والقدان ما هي موجودة. قام فيني خالي نظرة الحاق، أبو كل قعدان وين يعني؟ نروح ندور وندور 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 يا ضيجيل والله العظيم، جلسنا ندور فوق 6 ساعات من يوم إنها أشرقت الفجر اللي جت الساعة 12 الظهر، إحنا ندور ورحت وندور 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 كل بولا ما كنا دورنا فيها. في واحد من الجماعة ورانا بشارعين عند هود، لهم يا ولد يا معنا لهي عند الساعة 12 كذا، ده الموتر اللي ندور به موتر ابوي الهايلوكس، يوم عندها اللي هي عنده باركة والطليان حولها، والطليان تبري لها زين مين لقيتوها انا وتسرقت. المهم يطلع عمره السلامة ونحمل الطليان في موتر ثاني نوديها للشبك. المشكلة في ايش ذا الحين؟ في القعدة لا تهج ولا، المهم لاني انا اللي اسوق وخالي مجال وجهي كان وسن القعدة وسن القعدة يا ولد، تعطي لها انت خبر التراثية ما حولها تغاريس؟ هلا تعطيها التغاريس ايه غرس ربط غرس وجهك يوم قدنا في النص التغاريس، قال الموتر ذا محلي خلاص هلاش ربابة أبي فيه أبي فيه يا ولدي، ينشب الكفارات كلها الأربعة وينشب نص الموتر، والقدان روح تعدت الخط العام وروحت، ونبي في الموتر نبي في الموتر. خالك معك؟ خالي معك، خالي دق على واحد من العيال قال تعال نهبوا إذا غرس والقدام بتروح. إيش يطلعون السلام هوشنا يا اللي فيك كنت مريض تعرضنا روح منها منك ما لقيت إلا ذا التغريسة. كلي وقاعد هذا ودق على أبوي قلت أبوي أنا غرست، قال خبزين خبزتي يا رفلة كلي طلع الموتر أنت ولا بكيفك، والعرس اليوم والعرس اليوم يوم يوم وبي في الموتر وبي في الموتر عيا يطلع. أدق على أبوي يا أبوي الموتر عيا يطلع، قال والله لا ما يطلع قبل صلاة العصر، إني لا لو لا 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 في القايلة مغرزي في القايلة يا ود وبي رمو وبي فيه وبي فيه يا رجع يطلع. تعرف كيف الموتر نش راح نصه تفلق، نسمت وينه زيرو ما نسمت شيء لازم تنسى غيب الله عن البصيرة غايب تندايم أبو ماضي. المهم يطول عمره السلام ويروح خالي ويرد القدان وأنا نسوني كلهم ان شاء الله في العرس. ادق على ابوي قلت له كذا 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 والله ما تحضر العرس لانك مطلع الموتر الموتر يا رجل والله يغيب عني تنسيم الكارت حتى لو ترسم مثلا مغرس قوم الموتر لو اني نسمته وقمت ادارج هذا لا لا هلكس قويه. ودق على ابوي على واحد من اخويا قال علم كيت 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 عيا يطلع الموتر، جيت انا وعيا يطلع الموتر، يجي واحد من اخويا ابوي يا رجل ينسم الكفرات على 10 زيرو على 10 يقوم يدارج الموتر يا رجل والله ما اخذ دقيقه للموتر طال. وانت جالس كم قبلها؟ جالس فوق 6 ساعات يا راس وانا عاين في الموتر يا راس يا راس يا وكل ما شغلته ما اسمع ما اشم الا ريحه الكلتش يا راس يا راس ريحه دبرت المحاقه وريحه الدفرنس قلت خلاص الموتر ما تشوف دبرته في عمره في القريه يوم منقطع رجله يوم منكسر سلام يا رجل والله ما اخذ دقيقه واحده ما اخذها اذا مثل الرباضه خفيفه اي والموتر بيرحز الموتر بيساعدك لكن كفراته مفللها ابو ماضي حاطها 50
المهم يطلع عمر السلام وهي نسمها لعشر يطلع الموتر. ثم يجيك الحين طائر العرس. يجيك طائر. يا ثيابي ثيابي وسخ. والله اني حاضر الموتر. ولا التغريزه. ملابسي وسخ. في ذمتك؟ حط الله انا واحد من اخواني معه اخواني معه ثوب. وانت في ثوبه. وحاضر العرس ويجيك اقدم الحفل. في ذمتك؟ ايوه. انت مقدم. تغريزه هين بيظهر الموتر البلا تدري وش؟ البلا لا هلش الموتر. صبخه. لا ما هلش هو. صبخه صبخه. الوحل. يطلع 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 يطلع. يسمونه؟ وحل. يطلع يطلع. الموطين. اي وحل. صبخه. رايحين جانا مطر ذاك اليوم، رايحين ثلاث مواتر، ثلاث هيلوكسات. والله واحد من عيال عمي اول واحد قدامنا. الشمس. بوريك مقاطع. واحد من عيال عمي اول واحد قدامنا. قال انا عندي لكم مكان يحبه قلبكم. مكان كايف. المهم انه